لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ولكن نبدأ بعد هذا الفاصل. أهلا بكم، نبدأ من افتتاحية صحيفة الميثاق الوطني والتي جاءت تحت عنوان انهيار أمني واعتقالات واغتيالات وحكومة السوداني بين الفشل والصراعات التي تعصف بها، حيث تقول هذه الافتتاحية: أزدل الستار على عام 2022 في العراق ويحمل في طياته الكثير من الأحداث التي عانى منها الشعب العراقي، وشهد كثيرا من الصراعات السياسية والانهيارات الأمنية مع استمرار التظاهرات الشعبية المطلبية المتنوعة يصاحبها انهيار الخدمات وغرق المدن من أول زخة للمطر، مع أن المطر نعمة ربانية تستثمره الدول التي تحترم نفسها وتحرص على تقدم بلادها وتخزن مياه الأمطار وتحاول ملء السدود. ولعل تدهور الاقتصاد المستمر شاهد على فشل الطبقة السياسية، لا سيما حكومة الإطار التنسيقي التي وظفت محمد السوداني لرئاسة الحكومة. تعهدوا برفع قيمة صرف الدينار أمام الدولار وتخفيض المواد الغذائية، كانت هذه شعاراتهم الأبرز، إلا أن فسادهم وتهريب العملة الصعبة إلى خارج العراق وتحويلها إلى إيران واستمرار غسيل الأموال عبر مصارف أهلية تابعة للسياسيين، كل هذه أسباب أدت إلى زيادة الانهيار الاقتصادي الذي لن يتوقف ما دام الفاسدون يتسلطون على العراق وشعبه وثرواته. وقد رافق هذا الانهيار ارتفاع جنوني بأسعار المواد الغذائية لاعتماد العراق على استيراد كل احتياجاته من الخارج، وهي بطبيعة الحال مرتبطة بالدولار، مما تسبب بزيادة معاناة الشعب العراقي، والمسؤول عن ذلك هي حكومة السوداني التي فشلت بأول اختبار لها عندما أطلقت سراح صاحب سرقة القرن وتسترت على بقية المجرمين الفاسدين، ثم يخرجون على شاشات التلفاز ليتكلموا بكل وقاحة عن الإصلاح ومحاربة الفساد الذي هم يغذونه بأفعالهم. إذن فانهيار الدينار العراقي هو بسبب عوامل داخلية وليست خارجية. عن مجالس المحافظات يقول الكاتب فرات محسن: جميع مؤسسات السلطة ومثلها بعض مؤسسات المجتمع المدني وأحزاب وقوى سياسية تشارك وبوسائل مختلفة ومتعددة بصناعة الإيذاء والقسوة والخراب والخيبات، وبسببهم أغلق الأفق في وجه شعبنا ولم يبقى هناك غير بصيص نور خافت من الجائز أن يتم إخماده في القريب القادم، وأخذ يتسرب هذا الخوف إلى عقول الناس مع ترقب إخفاق وزارة السيد محمد شاع السوداني بسبب هيكليتها التي بنيت على ذات النهج القديم، وهو نظام المحاصصة البغيض. يضيف الكاتب: ليس هناك في الأفق ما يشير لقبول ورضا سلطة الأحزاب الانتقال إلى إصلاح البنى والهياكل السياسية والإدارية لمؤسسات الدولة والتخلي عن نهج المحاصصة السابق، فالجميع يتمسك بفكرة مشاركته الحكم، وأيضا التفاوض على نسب الحصص التي ينالها ومقدار قيمها المالية وأيضا المعنوية. فالبعض من أعضاء مجالس المحافظات دائما ما كانوا يضعون نصب أعينهم مقدار الكسب المادي الذي يحصلون عليه من خلال الكومشينات وتقاسم تلك الأموال أو محاصصتها مع ما يصرف على المشاريع، فنجد أن الكثير من الأموال التي صرفت على المشاريع المتلكئة ذهبت هدراً بسبب التنافس والتقاتل الحزبي لإفشال بعضهم للبعض أولاً، أو بسبب ضيق أفقهم التعليمي وتحزبهم وجهلهم بطرق إدارة المؤسسات والمشاريع وكيفية التصرف بالميزانية وتوزيعها على أبواب صرف مناسبة وعقلانية وذات مردود إيجابي وجدوى اقتصادية. يضاف لذلك الطمع الشخصي والسلوك غير النبيل في استغلال هذه التخصيصات وصرف جلها بما سمي بالامتيازات والمكافآت التي توزع بينهم منذ اليوم الأول لورود الميزانية ولحين نفاذها،
وقد استولى هؤلاء على أموال تقدر بالمليارات دون مساءلة وحساب. يقول الكاتب منير شفيق في مقال نشره موقع عربي 21: سلم عام 2022 عام المقاومة في الضفة الغربية والمواجهات في المسجد الأقصى، سلم لعام 2023 حالة مقاومة استثنائية، وذلك بتكريس السلاح العلني في كل من كتيبة جنين في مخيم جنين وعرين الأسود في نابلس، وما تلاهما من عشرات العمليات في عشرات القرى والمخيمات والمدن في منطقة القدس والضفة الغربية. ظاهرة المقاومة التي سادت في الضفة الغربية جاءت لترث وتتراكم على ظاهرة مقاومة عفوية ذات عمق شعبي واسع لم يسبق له مثيل. يضيف الكاتب أيضا أن هذه الصورة في هذه الأيام تتواجه بالضرورة مع تطورات في الكيان الصهيوني، وذلك بما ضمته من جماعات الهيكل وفي مقدمتها إيتمار بن غفير. لو نستند إلى ما سبق وصرح به أعضاؤها مع تماهي نتنياهو معهم لوجب توقع سياسة استيطانية شرسة وانتهاكات في المسجد الأقصى تكرس وقائع تهويدية هيكلية تفقده طابعه الإسلامي. المتوقع أن يعلن نتنياهو ويباشر بالتوسع في الاستيطان وفي شن الهجمات على المقاومة، ولكن الهجمة الرئيسة ستكون على المسجد الأقصى، وهنا لابد من أن تقع المعركة الرئيسة التي يجب أن يهيئ لها سياسياً في كل الأصعدة في الداخل والخارج لتخاض حربها الشاملة المنتصرة. فلا يجوز أن يقتحم المسجد الأقصى أو ينتهك من قبل متطرفين مستوطنين معتدين، أو أن يحتل من قبل جيش الاحتلال والقوى الأمنية الصهيونية. ولا يحق لأحد كان من يكون أن يناقش في عدالة الحرب التي تشن ضده ولا يرى فيها دعماً من القانون الدولي واستاتيكو الأماكن المقدسة، فضلاً عن وجوبها إسلامياً عربياً عالمياً كما حقاً فلسطينياً من الدرجة الأولى، فضلاً عن موازين قوى مؤاتية. نشر مركز سترافور الأمريكي للدراسات الأمنية والاستخباراتية الذي يوصف بالمقرب من المخابرات الأمريكية، نشر تقريراً لتوقعاته للعام الحالي 2023، مؤكداً أنه سيكون عاماً مضطرباً آخر في الشرق الأوسط. وفي مقدمة هذه التوقعات: من المرجح أن ينهار الاتفاق النووي الإيراني، ما يؤدي إلى تصاعد التوترات في المنطقة في الوقت الذي ستتواصل التقلبات المالية التي تجتاح الشرق الأوسط. يقول المركز أيضاً إنه من المرجح أن تنهار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران وسط تسارع برنامج إيران النووي ونقل الأسلحة إلى روسيا، ما يؤدي إلى أزمة جديدة قد تدفع الولايات المتحدة إلى توسيع جهودها أو وجودها في الشرق الأوسط، بينما تدفع إسرائيل نحو تصعيد حربها السرية ضد إيران. ستستمر الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران بشكل متقطع، لكن من غير المرجح أن تجبر التظاهرات الحكومة الإيرانية على تبني إصلاحات اجتماعية مهمة، لأن ذلك يهدد بظهورها خاضعة، ما يشجع المحتجين على المطالبة بإجراء إصلاحات سياسية أكثر راديكالية. ومن المحتمل أن تستمر طهران في حملتها القمعية الشديدة ضد الاحتجاجات، ما يؤجج عدم الاستقرار الداخلي ويعمق انعدام الثقة بين إيران والدول الغربية، ويجعل ذلك حل الأزمة النووية أكثر صعوبة. وسيؤدي ذلك إلى جانب التقدم النووي المستمر لإيران لإذكاء مخاوف الغرب بشأن انتشار الأسلحة، ويؤدي إلى مزيد من العقوبات الأمريكية والأوروبية التي تستهدف قطاع الأسلحة النووية والدفاعية في البلاد، كما ستؤدي الهوة المتزايدة بين الغرب وإيران إلى عرقلة الجهود الأمريكية لتقليص الوجود العسكري في الشرق الأوسط. من غير المرجح أن تشن إسرائيل مثل هذا الهجوم المباشر على إيران دون دعم الولايات المتحدة، وهو ما ستكون واشنطن حذرة من منحه بسبب خطر إثارة صراع عسكري آخر في الشرق الأوسط.
تحت عنوان الحرب في أوكرانيا تقدم فرصا غير متوقعة لمجموعة من مثل مادورو أو أردوغان أو بن سلمان، قال صحيفة لوموند الفرنسية في مقال للجيل باري إن الرئيسين الفنزويلي والتركي أو ولي العهد السعودي استطاعوا الاستفادة من الظروف الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا، وذلك من أجل العودة بقوة إلى صدارة المشهد الدولي. وقال الكاتب مما لا شك فيه أن الحرب في أوكرانيا ستهيمن مرة أخرى على العام الجديد 2023 من خلال عواقبها على أسواق الطاقة أو الغذاء الدولية أو على لعبة التحالفات أو مستوى التضخم أو ثقل الديون الوطنية. يسير نيكولاس مادورو على خطى زعيم آخر لقوة نفطية، هو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي لجأ إليه الرئيس الأمريكي بعد أن كان يعتبره منبوذاً في محاولة لإقناعه بزيادة إنتاج بلاده من النفط، لكنه فشل في ذلك. أما في تركيا التي لا تجلس على احتياطيات نفطية ضخمة للاستفادة من الظروف كالسعودية، فقد دفعت الحرب في أوكرانيا رئيسها رجب طيب أردوغان إلى مرتبة الوسيط المتميز بين موسكو وكييف، وبالتالي فإن هذا الموقف الجذاب كما يقول الكاتب يخدم الرئيس التركي الذي سيحاول في يونيو تمديد حكمه المستمر منذ عقدين، أولاً كرئيس للوزراء ثم كرئيس للدولة. في الجزائر يمكن للرئيس عبد المجيد تبون البقاء على رأس النظام والاعتماد على نفس التساهل القائم على المصلحة الذي تفرضه موارد الغاز في بلاده. برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم. اليوم يجب على الشعب العراقي ينتفض انتفاضة كاملة، يرفض كل السياسي. عمي ما عندكم سيادة ولا عندكم ولاء، انتوا ناس ديولة جابتكم الاحتلال. طبعا هناك سخرية وغضب شعبي عراقي واسع على هذا القرار، قرار تسييج الجسور كحل لحد مظاهرة الانتحار. يا أخي العزيز ماكو وجدان، ماكو ضمير، مو دولة، مو دولة. احنا فقراء على قد حالنا، ونرضى بالفطور ونرضى بالخبز والشاي، بس هم تعلموا على الورق وعلى الدفاتر وعلى المليارات. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. اكتشف فريق من الباحثين الدوليين حشرات ضخمة في موقع في المغرب بحسب مجلة ديلي ساينس العلمية. ويحتوي الموقع وفق ما أكدت جامعة إكستر البريطانية على حشرات ضخمة تسمى مفصليات الأرجل العملاقة، كانت تهيمن على بحار العالم قبل ملايين السنين. تشير الاكتشافات الجديدة إلى أن هذه الحشرات هي أقارب كائنات بحرية معروفة للناس اليوم مثل الجمبري والعناكب، وأنها كانت تجوب البحار قبل 470 مليون عام. ووفقا للجامعة فإن الأدلة المبكرة من موقع الحفريات تظهر أن المنطقة وهي صحراوية اليوم كانت يوما ما تحت سطح البحر، وأن العديد من مفصليات الأرجل الكبيرة كانت تسبح بحرية هناك.
رفعت دعوى قضائية ضد شركة تصنيع شوكولاتة هيرشي في الولايات المتحدة بزعم أنها تبيع منتجات تحتوي على مستويات ضارة من المعادن. وتزعم الدعوى التي رفعها كريستوفر لازازارو أن الشركة ضللت المستهلكين بعدم الكشف عن كميات الرصاص والكاديميوم في 3 قطع من الشوكولاتة الداكنة. وتشير بعض الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة ومستويات السكر المنخفضة نسبياً في الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تساعد في الوقاية من أمراض القلب. الآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. يعد تلقيح النباتات واحدة من أكثر الخدمات التي تقدم للنظام البيئي، فهو الذي يجعل إنتاج الغذاء ممكنا، ويقدم النحل إسهامات قيمة في هذا المجال، ويلعب دورا رئيسا في صحة البيئة لينشر التنوع البيولوجي. بهذه العبارات لخص مدير عام منظمة فاو دور النحل الكبير في تكاثر النباتات لإنتاج ما يعادل ثلث الغذاء عالميا. فماذا يحدث لو اختفى النحل من العالم؟ أعوان البيئة. اختفاء النحل من شأنه القضاء على إنتاج البطاطا والبصل والفراولة والقرنبيط والفلفل والقهوة والقرع والجزر وزهرة الشمس، إضافة إلى التفاح والطماطم والكاكاو وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة. نحلة العسل وببساطة شديدة تزور في اليوم الواحد نحو 7000 زهرة، ولإنتاج كيلوغرام واحد من العسل تزور كل نحلة قرابة 4 ملايين زهرة. فصحة النظام الإيكولوجي والتنوع البيئي تعتمد على أكثر من 20,000 نوع من أنواع النحل البري المعرض وبشكل أكبر لمخاطر التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة والاستخدام المكثف للمبيدات الحشرية وانتشار مزارع الصنف الواحد وفقا لمنظمة فاو. 90% من الزهور البرية تعتمد على الملقحات الطبيعية وأهمها النحل، إلى جانب الفراشات والطيور لإنتاج بذورها. كما تقع على عاتق الملقحات مسؤولية إنتاج 35% من المحاصيل في العالم، وتعد عنصراً أساسياً للحفاظ على التنوع الحيوي والتنمية المستدامة وفقاً لنائبة الأمين العام للأمم المتحدة. المغرب ليس وحيداً. ما حدث في المملكة المغربية ليس حادثة منفصلة. يحتضن المغرب نحو 910,000 مزرعة لتربية النحل، يعمل فيها نحو 36,000 مزارع. أعلن قبل مدة عن اختفاء أكبر وأقدم مزرعة لخلايا النحل في العالم جنوبي المملكة، والتي يعود تاريخها إلى العام 1850 فيما اعتبر كارثة بيئية. لكن الكارثة ليست حكراً على المغرب، بل صارت ظاهرة خطيرة آخذة في الانتشار عالمياً، ما أثار العديد من التساؤلات والمخاوف عن أسباب الكارثة ومدى تأثيرها على النظام الغذائي والبيئي. فالتراجع العالمي في أعداد النحل يشكل تهديداً خطيراً لمجموعة واسعة من النباتات الضرورية لرفاه الإنسان وسبل عيشه، ويعتبر النحل حليفاً رئيسياً لمحاربة الجوع وسوء التغذية، فضلاً عن أن المحاصيل الملقحة جيداً لها مذاق أفضل وذات قيمة غذائية أعلى وعمر افتراضي أطول وفقا للأمم المتحدة. برأيكم، هل الحياة ممكنة على الكوكب إن اختفى النحل؟ نلقاكم بإذن الله.